ما بدنا رميزة لك ذكاء كريم كريم لا انت لك حبيبي ما بدنا حدا يحط لنا عصي بالدواليب والشخص يلي ما عم بيحضر شغله وعم بيحط لنا عصي بالدواليب لان عم جرب اوصل انا وياكم لمحل معين وعم نشتغل كلنا سوا طيب حسام يلا عظيم بس تك 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 اي شيء بس هيك بيتك تك تك استنى طب لا هو ها لا غيره 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 هذا خليلي هذا ريبوش شيء قطع في هيك بس بدون يكون فاضي هيك يلا يا سلام طق شيء فاضي تمام يلا هون هنيك ما بتحكي معي بس يا أكيد مش حاسة إذا نفس الحال؟ تافه جدا مثل ما قلتي بس قبل ما تلومها لحظه لانه الفكره نفسه. اساسا طلعت من حسام يعني حرام ما تكونوا اشتغلتوا هو انا بس بدي لك نموذج امبارح طلبت مني بالليل بس كان متاخر وانا عندي فوكاليز الصبح لا بس لانه ما تلومها هي انا اللي ما تاخرت وما قدرت اعمل معها شيء لي طيب اوكي يعني اذا في شغله المفروض تكون تعلمتها بهالصف انه all excuses are good excuses لا كرمالها مو كرمالي عم بحكي مشان انا خلص انا ماشي الجمعه بكره ماشي انا مشان هي ايه برافو عليك هيدا الاستسلام مو استسلام لا بس انه خلص اللي بعد ليان خايفه استفرغ لا هتفرجع لا مو احنا بنهز وكده مش هيبقى كويس طب بس واحد يطلع قبل لا يلا تروحي دغري بعدين شو القصة؟ يا عين بطأ كتير كان لازم استنى شوي ايش نسيت نسيت ايه؟ بعدين بتروح على الحمام صحيح بعد Thank you.
خلاص يا ما اجينا ده يلا يعني سبجكت سهل وسبجكت اخذته اكزامبل عنه شفنا شيء وعم نعمل شيء مشابه بس كان عندنا 3 ايام وقت تنطوره كل يلي اقترحتوه لهلا اضعف من يلي شفناه اول مره يلي ما كان محضر كفايه I don't know what this means yeah next مين خلي عن جد يطلع قبل نحن محضرين كل شيء بس نسمع. بطريقة معينة يعني ته نسمع يا yeah. إصابة من أنا صغير إصابة إيه؟ إصابة طب في إيه طيب؟ خصلي من أنا صغير سوري ايه ده كمان ها ايه ده هاي مخيري البارت الثاني ضعفه للمشهد قلت لك يا فريق قلبتوها دراما اللي خصلي من انا وصغيره ما قدروا نعرف بس البدايه كان مشغول عليها كانت قدرت يعني بس عليته كان لازم تعلمه اكثر يعني يمكن كان قدر وصل لمرحله صفيته عم ترقصه لانه كان في بيت كان في ريذم تسمع كلامك it would have gone in a funny direction لا بس نعم من الاخر ما عاد تضحك صارت دراماتيك انه حرام هيدا هيك من هو صغير ولازم نصلي له انا لانه ما
ما بدي نضلنا نفس الفكرة لازم نغير. لا بس ما حدا رقص بعد، ما حدا بس يا مين بعد ما شفت فقط يا اي خلص كده اوبا معي خليلي معي خلاص اي شيء اي شيء حطيته قبل شوي نسيت وين راح ما مرتب اوكي لحظة شوي اوكي اوبا Actually, it was interesting لأنه الوحيد يلي لحق اللوجيك تبعي اشتغلني هذيك المرة إنه عم نهز عم نجرب نوقف بس نوقف محل تاني بهز 6 hours of working هلا كلكم 6 hours he's drinking it helps هلا بهيدا وعم بتوقفوا ها وبفتكر كان قدر طلع افكار اكثر ها يعني في فكره اللسان في كان قدر لو اشتغل 6 ساعات تاني كينا ودوك دوك بس كعلى كوتش نحن واصلين لثلاثه ايه واصلين لثلاثه مع بعض اوكي اوكي يعني ما حنطلع بعض مره ثانيه مش انت بتقدرين طب شو بنطلع نعمل؟ انا بقول لك وصلين جيب لك سلاحتي ها كينا صباح الخير ايه شو؟
نعم بيقولوا ما بيقولوا ايه؟ نعم بس عامل لك صباح الخير. صباح النور. بس شو المناسبة؟ ولا مرة قايل عم بقول لك هلا صباح الخير. ليه؟ لا ما اعترفت لك بحبه يعني صرت انه يحل بحبي بعدين اوكي يلا جاهد يا جاهد احسن على اللقاء جاهد